ملفنا الصباحي اليوم يواكب العودة المدرسية. يلعب أولياء الأمور دورا أساسيا في تعلم أبنائهم الطلبة، ولذلك يجب أن يتعاون أولياء الأمور مع العاملين في المدارس بما يضمن توسيع مشاركتهم في العملية التعليمية، وبما يعود في النهاية بالنفع والفائدة على الطلبة. نتحدث عن كيفية تفعيل دور أولياء الأمور في التفاعل مع المدرسة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار أسري وتربوي وأخصائي تعديل سلوك. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ رهف. يا سهلا. السؤال الأهم اللي هو عنوان هذا النقاش وهذا الموضوع، كيف نستطيع أن نفعل دور الأهالي قدر المستطاع مع المدرسة، وكما ذكرنا كل ذلك يصب في مصلحة هؤلاء الطلبة؟ جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية على ولي الأمر يعرف ما هو أو ما هي النتيجة من وراء أن تواصل يكون مع المدرسة. راح يكون نتيجته على الطالب، راح يكون نتيجته على الأسرة، راح يكون نتيجته على المعلم، راح يكون نتيجته على المجتمع. خلينا نشوف نتيجته على الطالب. الطالب إذا وجد أن أبوه أو أمه قاعد يتابع معاه في المدرسة بتحسن أداء الدراسي، زائد إذا حب أنه يسوي أي شيء أو يقدم على أي خطأ راح يتذكر أن هناك شخص ما قاعد يتابعني في المدرسة. نعم أكيد. زائد أن إذا يعني حسست الولد أو البنت أني أنا قاعدة أتواصل حتى في الواتس أب أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مع مدرس، مع أخصائي اجتماعي، مع أخصائي في المدرسة، سيعلم أن كل شيء محسوب عليه سواء بالخطأ أو بالصواب. ولذلك دائما أقول هنا أن لابد أني أنا أركز مع ابني على الأشياء الإيجابية اللي يفعلها، وليس الأشياء السلبية التي تأتيني من المدرسة. ضرب فلان، تكلم على فلان، سوى صح أن نتوقف عندها ونعاتبها، أو يعني لها تعامل خاص في بعض المواقف، لكن أنا أركز على الجوانب الإيجابية التي يأتي بها الطالب. هذا بالنسبة لي الطالب. المعلم لما يعلم أن هذا الطالب الموجود أمامه يوجد خلفه من يتابعه راح يعتني به عناية خاصة. راح يكون شفت الفي آي بي، في آي بي عنده في الصف، إنه لابد إنه يهتم به بغض النظر. طبعا هو معلم وله كل التحية والتقدير، لكن هو بشر في النهاية. في شخص قاعد يتابع معاي على هالطالب وطالب ثاني ما في متابعة، إذا الاهتمام الأكثر وين راح ينصب؟ مفترض إنه يهتم بهم سواسية، لكن هنا راح يكون في تأثير أكثر على هذا الطالب من ناحية الاهتمام، من ناحية المتابعة، من ناحية إيصال المعلومة له بطريقة صحيحة. على ولي الأمر بترفع راسك ولدك لما يأتي ولدك بمستوى دراسي أفضل، بخدمة أكثر، بمشاركة في الأنشطة المدرسية أكثر، أنت داخليا شو شعورك؟ مثل شعور الأب أو الأم اللي تتعب جراء أن ولدها كل يوم يايا مشكلة أو يايا شكوى عليه أو يايا مشكلة في الباص بسبب ابنك أو ابنتك. هني شو يصير عند الأم أو عند الأب؟ يصير عندهم قهر داخلي. إيش رأيك نحول هالقهر داخلي إلى فرحة بإني أتابع حتى لو ما عندك وقت تروح مدرسة، على الأقل اتصال، على الأقل تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. أحد الوالدين يعني إذا مثلا الأب مش فاضي الأم ممكن تخلي مكانه، والعكس كذلك. أهم شيء أنه يكون في متابعة، ولكن المتابعة يعني تكون من الأب ومن الأم أفضل. لأن البعض أحيانا يرسل الخالة، يرسل العمة، طبعا لهم كل التحية والتقدير، لكن تأثير وجود الأب والأم أقوى على الطالب وأقوى على المدرس. لما يعرف أن هذا أبوه أو هذا أمه، ممكن إذا عرف أنها خالة، خالتة، عمّة، عمتها، ممكن ردة فعل المدرس تقول ممكن لو سمحت تخلي أبوه يتواصل معي. طيب أنا خالة أبي أبوه يتواصل معي لو سمحت. تمام. تأثيره على المجتمع لما يكون في متابع من كل ولي أمر طالب للطالب، كيف راح يكون المجتمع إذا كل واحد يسعى لتحسين مستوى الدراسي، كل واحد يسعى لإبراز القيم والأخلاقيات الموجودة عنده؟ الله يا سلام. جميل. هذا التأثير على الأربع جوانب: المعلم، الطالب، الأسرة، المجتمع. ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ عبد الرحمن آنفا، ذكرت الأنشطة المدرسية. نعم. كيف يستطيع الأهالي أن يشجعوا أبنائهم للمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية؟ جميل جدا. لو سألنا أي مشرف نشاط أو أي مدرس أو أخصائي يشرف على الأنشطة المدرسية، كم عدد الطلاب المسجلين معك؟ أقلية. ليش؟ هل أنا كأب أو كأم أعرف ما هي الأشياء اللي راح يكتسبها ابني من وراء هذه الأنشطة؟ المهارات، في مهارات تكتسب بالتعليم ومهارات تكتسب بإيش؟ بالممارسة والتجربة. الأنشطة فيها ممارسة، فأنا بدال مثلا
يعني الولد مثلا بورقة من المدرسة أن مشاركة في رحلة في نشاط في أي شيء ووافق لا وافق توقيع ولي الأمر تصير ولا ما تصير؟ يا سلام. طيب لما الولد يأتي بالورقة هذه شو ردة فعل ولي أمر الطالب لما يسلم؟ يبوي خلك من هالسوالف ادرس وما ادري. طيب في مهارات لازم يكتسبها، من وين راح يكتسبها؟ أنت كأب هل أنت متفرغ تكسب هذه المهارات؟ أنت كأم متفرغة تكسبيها المهارات؟ والله وغير هالمهارات أستاذ الكريم الذكريات الجميلة اللي بتتم مع هذا الطالب من خلال هاي الأنشطة، إن كانت رحلة وإن كانت أي نشاط آخر. بكل تأكيد. فأنا أول شيء ما أتكلم عن هذه الأنشطة بسوء، تمام؟ أو أني أذكر تجربة صارت لي في المدرسة وأنا صغير مع الأنشطة. يعني مثلا ممكن أنت في يوم من الأيام كأب شاركت في نشاط ويعني الكرة طلعت من المدرسة أو طاح شيء أو انكسر شيء ومرت بتجربة سيئة مثلا، لا تعكس هذه التجربة. أنت درست في الثمانينات ولا في التسعينات، تعكس هذه التجربة على ابنك وهو الآن في عصر التكنولوجيا، عصر التسارع وعصر السرعة. صحيح. فلا نتكلم بسوء عن هذه الأنشطة، بالإضافة أتكلم بإيجابية، ثالثا أشجع ابني الالتحاق بها. وعلى فكرة أحيانا بعض الأنشطة تكون مجانية وأحيانا تكون برسوم زهيدة. يعني أنا عن تجربة شخصية أعلها يعني رقم ياني في ورقة مدرسية كان 130 درهم أو 150 درهم، ونحن قاعدين نصرف يوميا على أبنائنا، نصرف على شيء يرزى شيء يستحق لتتكون هذه المهارات عند الولد. شراك أستاذ الكريم، نتكلم عن دور الأهل في المنزل. نعم. كيف يجب أن يكون؟ بكل تأكيد المتابعة أولا، المتابع متابعة الطالب، مو بني أحل واجباته بداله. في بعض الأمهات لهم كل التحية والتقدير طبعا، الولد تدرس كل المراحل هتعيد دراسة وكذا مرة يعني. نعم، تعيد المدرسة من أول وجديد. نعم. لا، وترتب له الشنطة وترتب له الجدول من الباكر، وهو يالس يا ماسك البلاي ستيشن قاعد لي على قاعد يشوف أي مسلسل أو شيء. أنا أتابع، أنا دوري متابع لا دور القائم بالواجب. حليتي أنت الرياضيات ولا الجغرافيا ولا الاجتماعيات بشكل عام ولا ولا؟ طيب ولدك من وين راح يأخذ المعلومة؟ من وين راح يراجعها؟ طيب لا والله أنا ما أبغى ولدي في المدرسة المدرسة ولا المدرس يوقف قدام الطلاب عشان ما حل الواجب. ما حل الواجب خليه يدفع الثمن عشان يعرف ان الحياه مستقبلا انه اذا سوى شيء ايجابي راح يجازى عليه بالايجاب، سوى شيء سلبي راح يجازى عليه بالسلبي. اما اني اعود ابني من الطفوله انه يكون عنده مسانده 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 في كل مراحل حياته، لا سمح الله بعد عمر طويل انا رحت من حياته، من راح يسانده؟ لن يتعلم الاعتماد على نفسه. في الجامعه دخل تخصص انت ما يخصك فيه، منو بيذاكر له؟ تبدا عاد تدور على حد يعني موال، تدخل في دائره ما لها اول من الاخر. فبدايه من الطفوله نبدا بالمتابعه، اتابع شو قاعد ياخذ، ما احل له، انبه لهذه النقطه. النقطه الثانيه الجزاء الايجابي، يعني مثلا اتفق مع ولدي اسبوعيا اذا قام بهذه الواجبات بطريقه معينه له كذا. لان احيانا بعض الامهات والاباء يشتكون ان اول ما اذاكر له اول 7 دقائق او اول 6 دقائق يعق لي الكتب، يعق الدفاتر، يعق الاقلامه ويقوم من عندي. طيب وتبدا هي تدخل في ضغط نفسي وتقعد تصارخ وتراكض وراه وفي النهايه تحل له في اخر شيء. فبدال ما يكون كل هالسيناريو موجود، ترى انت اذا حليت واجباتك اول ما ترد من المدرسه مثلا او بعد ما تتغدى او المغرب، نختار وقت مع بعضنا البعض، لك اسبوعيا مثلا 150، لك اسبوعيا طلع، لك اسبوعيا جائزه، نربط المكافآت بواجبات. نحن نكافئ بدون ما ناخذ شيء للاسف. يخبلون فينا طول الاسبوع وفي النهايه نروح نطلعهم ونمشيهم حرام وحليلهم ونشتري لهم ونوديهم ونجيبهم. طيب شو هو اعطاني طول الاسبوع؟ اعطاني الضغط، اعطاني السكري، اعطاني قولون، اعطاني 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 بدون مردود او بدون رد للشيء اللي انا قاعد اعطيه. فنربط المكافأة بالواجب رجاء عشان نرى نتائج ايجابيه في حياتك. كلام جميل دائما، ما شاء الله عليك استاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار اسري وتربوي واخصائي تعديل سلوك. شكرا على هالنصائح، وخاصه في بدايه السنه الدراسيه انا متاكده ان كثير من الامهات يتابعونا وكيد استفادوا من كلامك. يعطيك العافيه. شكرا.